يشرفني ويوصفني أن أرحب باسم جميع البرلمانيين العرب وأعضاء البرلمان العربي المفتي الدول العربية والمسؤولين معالي الوزير المستشار صاحب الإمارة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ممثلا معالي المهندس إبراهيم محمد رئيس مجلس الوزراء المصري. كما يسعدني أن أرحب معالي السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وسعادة السفير سمير القصير ممثل معالي الدكتور الأمين العربي الأمين العام جامعة الدول العربية وبسعادة الدكتور هادي بن علي الغيابي رئيس لجنة حقوق الإنسان. أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحبكم جميعا في افتتاح بنوك الأمن القومي العربي بمقر جامعة الدول العربية وتوجيه بالشكر الخاص لسعادة الشيخ مسلم بن علي المحشني رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي واللجنة المحترمة بالبرلمان العربي لتحضير هذه الندوة التي تناقش قضية على قدر من الأهمية والخطورة وهي قضية الأمن القومي العربي خاصة في وقتنا. وأود أن أحيي أيضا السادة الحضور مشاركتهم الإيجابية المنتظرة والقيمة خاصة من السادة الخبراء العرب الذين يشاركون البرلمان العربي بأبواب محنية من خلال محاضراتهم لهذه الندوة التي تستغرق السيدات والسادة الجو الكريم. إن ما يشهده العالم العربي حاليا من مرحلة صاعدة ويواجه تحديات خطيرة سواء من أطماع خارجية للانقضاض على ثرواته ومقدراته أو من صراعات وفتن داخلية ما فأتأت أن تنخر في جسم الأمة العربية ومواقف ينتج عنها نتائج قد تسقط السيطرة عليها. فالتحديات الخارجية المستمرة على الشعب الفلسطيني على مدى عقود طويلة والأطماع الاستعمارية لتفتيت الودان العربية امتدت تشمل تفاعلات داخلية في العالم العربي في غالبيتها منعومة من الخارج موظفة للفكر الديني المتطرف الراوي إلى استهداف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية والنيل المبادئ السامحة للأديان السماوية. هذا هو فروق الجهود التي بذلت سلفا من قبل جامعة الدول العربية والبرلمان العربي في هذا الشأن لتطوير منظومة العمل العربية المشترك بما فيه تفعيل دور مجلس السلم والأمن العربي وحرصا على أن تكون هذه الندوة بمثابة تعزيز لتلك الجهود من أجل الخروج بمفهوم محدث للأمن القومي العربي وتوصيات تتواءم مع تلك المتغيرات والتحديات والمخاطر التي أشرنا إليها سلفا خاصة التي جدت خلال السنوات القليلة الماضية. فهذا نشهد بدون معلينا محاولات التقسيم والتفكيك من المشرق إلى المغرب والتي يجب مواجهتها من خلال تعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية ومواكبة المفاهيم الفكرية والثقافية والمجتمعية المعتدلة التي تتناسب مع مجتمعاتنا والتي تعزز من وضع الأمن والتي تعزز من وضع المواطن العربي وقدرته على مواجهة تلك التحديات والتغيرات. حيث نرى أن كل المحورين التربوي والاجتماعي والإعلامي والثقافي هما أهم محاور الأمن القومي العربي التي علينا أن نعمل من أجل تطويرها وترقيتها. إيمانا منا بأن التنمية والتطوير يبدأ من الداخل من خلال تطوير منهج التعليم في الوطن العربي وتشجيع البحث العلمي وتذليل الصعوبات أمام الشباب والاهتمام بمواهبهم ومراعاة ورعاية المرأة والفتيات وأمهات المستقبل. إن بناء المجتمعات المتعلمة وذات وعي وثقافة حقيقية هو الحصن الحصين للأمن القومي العربي. وإن المجتمعات القائمة على أساس التنموي المتقدم يرفع من الوعي المجتمعي هي مجتمعات حصينة ضد كل ما يعكر صفوها من أفكار سلبية وهدامة. كما أن مكافحة الإرهاب ظاهرة مهمة والقتل التي بدأت تدخل في كثير من مجتمعاتنا لا بد لها تبدأ عن طريق التربية والتعليم السويين لأبنائنا وبناتنا ونشر الفكر الثقافي الساعي إلى التنمية والإعمار وليس التخريب والهدم. أصحاب المعالي السيدات والسادة إن مسؤولية التربية والثقافة المجتمعية تقع على عاتق كل فرد منا في بيته وأسرته كما أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق المسؤولين عن كل من قطاعي التعليم والإعلام. فلقد بات الإعلام هو أحد أهم مصادر التلقي وتثقيف
التلقي والتثقيف لدى الأطفال والشباب. ومن هنا فأنني أطالب أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في وطننا العربية الكبير للعمل على رفع مستوى الوعي لدى أبنائنا وبناتنا تجاه ما يحيط بهم من أفكار سلبية ومهذبة، ورفع مستوى الوعي الرافض لمثل هذه الثقافات الدخيلة والتي وإن تمس فإنها تمس أنفسهم وبلدانهم وأوطانهم، كما قال كل المؤسسات الإعلامية الحكومية كانت أو الخاصة للعمل على نشر الثقافة البناءة ورد العنف والإرهاب بمواد تثقيفية وتنويرية موجهة لشتى الفئات العمرية. نأمل أن تطرح التوصيات التي ستنتهي إليها هذه الندوة أمام صانع القرار العربي في أقرب وقت ممكن في إطار الآلية الخاصة بجمع الدول العربية والجهود التي تبذلها مؤسساتها ومنظماتها المختلفة في هذا الشأن. إن ما يمكن أن توصف به هذه الندوة هو أنها تتم في إطار من الفكر الحر الغيور على مصلحة ومستقبل أمتنا العربية دون إسفاف أو تجريح، وبما يعكس المستوى الفكري المتحضر للسادة المشاركين والإحترام الواجب تجاه من يحاولون الأمان مقدرات هذا الوطن العربي. وأخيرا أود أن أنتهز هذه الفرصة لعرض شكري وتقديري على الدكتور أمين العربي الأمين العام جامعة الدول العربية بما يقدمه من دعم لجهود التنظيم العربي والشؤون الخارجية والسياسية، لأنه به من أجل وضع التصور حول أفضل السبل الممكنة من خلال الممكن من خلال تحقيق الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي والتنسيق مع المؤسسات العربية والتعاون مع الأمان العام لجميع الدول العربية لتحقيق هذا الهدف بما يتناسب مع المتغيرات التي ألمت بواقع العالم العربي خلال الأعوام الماضية وبما يحقق وحدة الصف العربي لمواجهة الأطماع الغير محددة التي أتعرض إليها. ولا يفوتني قبل ختام هذه إلا أن أشيد بمصر العروبة، مصر الحب والسلام، مصر الأمن والاستقرار، مصر الأصيلة التي بسبب أبنائها وقواتها المسلحة ورئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومتها الوطنية الشريفة التي تحتضن مقر جامعة الدول العربية ومقر الأمانة العام للبرلمان العربي حاليا وتسعى مع الأشقاء العرب لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه مستقبل المدن العربية، كما نتوجه بأسمى آيات التعازى لأسر أبنائنا الشهداء الذين سقطوا في العالم العربي بأكمله ومؤخرا في سيناء. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.